بجدد التحية لحضراتكم. انتشرت مؤخرا صيغة من صيغ القوائم الزوجية، قايمة الزوجية، والد العروس فيها كتب فيها كلام محدد ومضى عليها العريس. معروف ان احنا عندنا القايمة دي هي قايمة العفش، لكن فوجئنا بان والد العروس كاتب بيقول بسم الله الرحمن الرحيم واجعلنا بينكم مودة ورحمة، صدق الله العظيم، لقد وافقت أن تكون ابنتي زوجة لكم، فهي ابنتي وقرة عيني وأغلى عندي من أي قائمة تكتب بأي مبلغ، وأنا ربيت بنتي وعلمتها الخلق والتربية، وأرجو منكم من العريس يعني أن تراعي الله في ابنتي معكم ورفقا بها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير، قائمتي ليست ورقة تكتب، هي عقد يسن والعقد شريعة المتعاقدين. وراح ممض فيها العريس. ده توجه جديد حاصل في المجتمع، لأن احنا عندنا أن قائمة الزوجية دي مسألة مهمة، وفي جوازات بتتفركش على أنهم رفض يمضي على الكنكة مثلا أو على البراد. لكن تعالوا نناقش اللي بيحصل في مجتمعنا مع ضيوف الأعزاء النهاردة، الأستاذة نهاد أبو القمصان المحامية والنشطة في مجال حقوق المرأة، مساء الفل. مساء الفل. والصديق العزيز الشيخ أحمد ممدوح أمين دار الإفتاء بدار الفتوى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصري، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ محمد. في البداية يا أستاذة نهاد، هي فكرة القايمة جت منين؟ وجد وجدك كانوا بيعملوا قايمة ولا الجوازة كانت بتمشي حب كده ودي؟ لا، هو جدودنا بس مش الجيل اللي قبلنا ولا اللي قبلنا، من زمان قوي كانوا بيدفعوا مهر. بمعنى ايه؟ انه طبقا للشريعة الإسلامية فبتمهر المرأة، ومهرها ده حق ليها هي، يعني مثلا يجي يروح العريس يدفع لها مهر مبلغ من المال، هي تاخده تحطه بقى في البنك تشتري بيه ذهب تعمل اللي هي عايزاه، وبعدين العريس مسؤول مسؤولية كاملة عن تأسيس منزل الزوجية، وبالتالي هنا مفيش قايمة. مع تطور الضغوط الاقتصادية حصل ايه؟ انه ما بقتش الناس بتدفع مهر كده، اما انه بيدفع مهر فاهل العروس يروحوا يشتروا بيه، يعني كان يمكن الجيل اللي قبلنا على طول كان يدفع المهر فينزلوا يشتروا الاوض الخشب والمش عارفة ايه وبتاع وكده. طيب بما انه ده مهرها وهو كان المفروض ما تجهزش بيه، فبدأت الناس تقول لك طيب ده حقها فنكتب قايمة بالحاجات دي كنوع من الأمانة على الزوج، يعني هو بيستلمها كأنها إيصال أمان، لأنه بالأساس هي مش مكلفة بتأسيس المنزل، لكن ده مهرها وهي تطوعت إن هي تحطه في تأسيس المنزل. وصلنا مؤخرا دلوقتي ما بقاش بقى لا مهر بيدفع فلوس ولا بيتجاب بيه فرش، انما بقوا الاثنين بيجهزوا، يعني يجي يقول لك إيه، انت عليك الاوضه الخشب وانت عليك المطبخ وانت عليك الادوات الكهربائيه، فالاثنين بيجهزوا. فالاصل في الموضوع ان ده مهرها، فلما جهزوا مع بعض بيقوم عاملين قائمه بالمنقولات دي بيعتبروا حقا لها واستلموا الزوج على سبيل الامانه، ومن هنا جت فكره القائمه. مع ملاحظة ان احنا وصلنا حاليا في بعض الزيجات لان الشيك الزوج بيمضي على شيك بدون رصيد، كل دي اشكال من اشكال الضمانات اللي هي عدم مثلا اخدان حقوقها او محاولة الردع عن الايذاء او البهدلة، انه لو حصل تسريح يبقى باحسان، ما نوصلش المرحلة ان في عنف ولا ضرب ولا بتاع. هل القائمة تمنع الطلاق؟ لا، ما بتمنعش الطلاق، هي القايمة نوع من ضمان الحقوق اللي هي لو اتطلقوا المهر بتاعها اللي هي المفروض انها قبضته هي ما قبضتهوش، هي اشترت بيه الموجودات الموجودة في البيت، فلو اتطلقوا ويعني خلاص ما حصلش ما بينهم نصيب فهي ترجع لها المهر بتاعها اللي هو حقها من الجواز، لكن ما بيمنعش اللي هو الطلاق. الجزء اللي دفعته يعني لو عملت أوضة نوم تاخد أوضة النوم؟ لا، ده أوضة النوم ده إسهام منها، بالعكس ده الجزء اللي هو دفعه لأنه ده كان المفروض مهرها. المهر بتاعها يبقى كل العفش أو قائمة الزوجية بالكامل لها. عشان كده تلاقي بعض الأسر مثلا تقول لك إيه، إنه وإحنا بنكتب القايمة الشقة قدام منكم اكتبوا اللي أنتوا عايزينه. وفي ناس تقول لك لا اكتبوا اللي هي جايباه بس، وفي مناطق ما بتكتبش خالص. زي بورسعيد مثلا على حد معلوماتي ما بيكتبوش قوائم خالص. الزوجة بتضمن حقها إزاي في بورسعيد؟ يعني جلسات عرف ما غير الجلسات العرف، هي فكرة انه في ناس بتبقى وافعة على فكرة ان انا زي القايمة اللي حضرتك تفضلت وقلتها كده، ولو ان دي مش قايمة، يعني هو قايل العقد شريعة المتعاقدين من وجهة نظر القانونية، طب هو فين العقد؟ يعني المفروض ان في ملحق لهذا الكلام
لم يشير على الانترنت لو في عقد فعلا. هو فين العقد؟ لانه ممكن تلاقي العقد بقى الملحق بالكلمتين اللي زي الفل حسن دول، دول اللي هو شيك بقى اللي في شيك اتمضى بدون عليه رصيد. ولا بتاع. هروح ليه فضيلة الشيخ أحمد ممدوح. القايمة شرعا، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. القايمة ثقافة، ثقافة مجتمع، ولذلك هي ممكن تجدها موجودة في مصر وما تجدهاش موجودة في بلاد تانية. الشرع هنا بإزاء الثقافات دي، ما دامت الثقافات دي لا تتعارض مع الشرع فالشرع بيقرها لأنها من باب العرف. المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وخذ العفو وأمر بالعرف كما يقول ربنا سبحانه وتعالى. فالقايمة عرف تواضع عليه الناس واتفقوا عليه، في جوانب محمودة من حفظ الحقوق ما فيش شك، ولكنه أولا مش ملزم، إذا اتفق عليه الطرفين بيعملوه، ما اتفقش عليه الطرفين ممكن ما يعملوهوش، ووجوده وعدمه ما يأثرش على الجواز صحة أو بطلانا. وجوده أو عدم صحيح. طيب تعليقك ايه على اللي عمله ولي العروس؟ لا دي حاجة سيمبوليك كده، يعني حاجة رمزية كده، ما هياش يعني لا هي من الناحية القانونية زي ما مدام نهاد تفضلت ليها أي أثر، لأن القايمة أصلا حق مدني في القانون مصر. فإيه بقى اللي بيتضمنه الكلام ده يثبت حق للبنت؟ ولا حاجة، دي حاجة كده رمزية كده زي ما يعني واحد كده ضايع حق بنته؟ لا مش ضايع حق بنته، يعني هو هي حاجة رمزية زي ما بقول لحضرتك، ده كلام يتقال من ولي كلام إنشاء العروس كده. كلام للعريس إنشاء. يقول له يا ابني دايما احنا كده، بالظبط، يقول له أنا ربيتها والنبي خلي بالك منها احميها. هو ما تضمنته هذه الورقة هو ده من مقتضيات عقد الزواج أصلا، يعني هو مش محتاج ينص عليه إن أنت لازم تعامل بنتي باحترام ولازم تصون كرامتها لازم تكون رفيق بيها وتراعي ليها. ده طبيعي طالما وصلنا يعني للزواج. بالظبط. فودي انا متهيئ ان دي حاجه رمزيه كده، يعني اكتر منها حاجه. هل يمكن ان يعتد بيها كسند شرعي او قانوني؟ ايه محتواها علشان يعتد بيها؟ ما انا بقول لحضرتك ده شيء رمزي. مفيش محتوى. ملهاش محتوى، زي ما واحد مثلا عايز يرضي مراته فيكتب لها مثلا انا الموقع ادناء اقر بان قلبي قد اصبح ملكا لفلان الفلانيه. يا يعني سلام. كلام كبير قوي. جدا. فهي حاجه من هذا القبيل يعني. بس القلب اليومين دول بيتباع غالي قوي في موضوع الاعضاء البشريه. احنا بنتكلم على القلب المعنوي. بس عايز اقول لحضرتك الشباب بيعملوا سيرفي بحث دلوقتي على الانترنت، لقوا ان اعلى نسبه طلاق في محافظه بورسعيد يمكن بسبب ان مفيش قايمه. يمكن، ما انا لسه اقول لك حاجه. يعني انا معلوماتي من اصدقائي البورسعيديين، يعني ما عنديش معلومات مؤكده، ان هم من زمان عرف القايمه ده ما هوش قائم في بورسعيد. وحضرتك بتتابعي بقى في قضايا المراه وكلامنا، شايفه ان الزوج يخاف يطلع علشان القايمه مثلا؟ هل حصلت احداث زي كده؟ شويه. يعني بص، القايمه دي بتلعب دور كده في الرأي، يعني ايه؟ رضع الاثنين، ان انت تفرمل الاثنين، لانه القايمه ما هياش ورقه شرعيه بنروح بيها قدام محكمه الاسره. القايمه هي ايصال امانه، يعني حضرتك تسلم ايصال امانه، وبالتالي انت بتروح بيها قدام محكمه الجنح، يعني هي عدم تسليم المنقولات الزوجيه للزوجه هي جنحه خيانه امانه، ممكن توصل سجن. بالظبط، ممكن توصل للسجن. فاللي بيحصل ايه؟ ان القايمه دي احيانا تبقى رمان الميزان في عدم الايغال في الخصومه، يعني قدام غضب الطلاق محدش بيقول انا السبب، يعني ما بتبص تلاقي ان العلاقه متوتره ما بين الاثنين، احيانا ما بتبقاش عارف مين السبب، ومفيش حد بيبقى امين بالدرجه ان يقولك والله، ان تيجي ست تقولك والله انا احسان بمعروف وانا اللي تعبت فانا عايز امشي. يعني لو وصلنا للمرحله ان الست تقول والله انا الراجل ده انا تعبته، او انا هو كويس وزي الفل بس انا مش مستريحه معاه، يمكن نعرف نحل المشاكل بطريقه افضل. والعكس صحيح، يعني ممكن يبقى الراجل هو اللي تعبها ومطلع عينيها ويقول لك لا 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 دي تعباني دي مش عارفه ايه ده بتاع. لو الناس أمنا مع بعض ده بيسهل بكتير قوي المشاكل، الانفصال بيسهل الانفصال وبيخلينا نحل المشاكل. طيب الناس، لان في اغلب الاحوال بيبقى في حاله غضب وخلط شديد ما بين الاحساس بالاهانه الشخصيه، فكره الرفض، يعني لو الراجل هو اللي سايب مراته هي عندها احساس بالرفض، ولو هي اللي سايباه بيبقى هو عنده احساس بالرفض، وبالتالي بنختلط كل المشاعر بقى، اللي هو الرفض على فكرة إهانة الكرامة، على فكرة كذا، على الغضب، كل ده بيخليك قدام علاقة مشتعلة جدا، فتلاقي اللي عايز أو اللي يقدر يطول حاجة يضغط بيها على التاني بيطولها.
علشان كده يقولك ايه، طب انت مالكيش عشان دي حاجه، طب انت ضربي دماغك في الحيط. لا، طب ما هو في قايمه اديها حقها. ماشي، هي مثلا تقول له لا ده انا هعمل وهسوي، لا يعني لو انت اللي سايبه وانت اللي طالبه الطلاق سيبي له حاجته. ردي الي حديقة. بالظبط، سيبي له حاجته، يعني ما يبقاش بنته خراب ديار. يعني انت مش مستريحه سيبيه، هو يمكن يلاقي بنت الحلال تريحه، او العكس انت مش مستريحه معاها سيب لها اللي يخليها تقدر تبدا من اول وجديد. فهي هنا القايمه بتلعب الدور ده، اللي هو فكره ايه، بدل ما نبقى في حاله الغضب اللي تخلينا ندوس على حقوق الناس وبالذات الطرف الاضعف، وفي اغلب الاحوال بيبقى الستات، لا القايمه بتحفظ الحقوق، ولو في بقى معاكسات ولا بتاع بتقوم رافعه جنحه خيانه امانه بالقايمه. لما تيجي تسالني انا من واقع خبرتي الحقيقه سنين طويله في المحاكم، اقول لك انه انا افضل الطلاق، الجواز قليل التكلفه البسيط علشان يبقى الطلاق بسيط. هتعملي ده لبنتك؟ مش عارفة، ما هو شخصنت الأشياء ممكن ساعة بنتي ولا ساعة ابني بقى حما باشا على فكرة، لسه ما جربتش. بس نظريا اللي أنا شايفاه من واقع الخبرة، كل ما سهلنا الجواز، أولا دخلنا الاتنين اللي بيتجوزوا العلاقة مش مجهدين ومش شايلين من بعض. لعلمك 90% من أسباب الطلاق هي مشاكل ما قبل الزواج، هي أمك أصرت إن الفرح يبقى عامل إزاي، أنت ما جبتليش الأنتريه اللي شكله عامل إزاي، أو الديون اللي متجوزين بيها والأقساط اللي عليهم، فبيدخلوا تعبانين مش قادرين يستمتعوا بالجواز. وبالتالي أنا مع جدا إننا نسهل الجواز علشان لما نيجي نتطلق لا قدر الله ما ناكلش بعض في المحاكم. تعليقك. احنا زي ما قلنا التيسير في الزواج يؤدي للتيسير في الطلاق. يعني انا مش عاوز ان انا، يعني طبعا فاهم وجهة نظر، لا مش التيسير بمعنى الناس تتطلق، لا انا اقصد ان الناس تفرق باحسان. ما ياكلوش اللي هو الاصل الشرعي تسليمهم باحسان. بس انا يعني اخشى ان في بعض الناس ممكن تفهم كلام مدام نهاد على غير ما قصدته. يعني لو هي سمحت لي، يعني هي ما تقصدش طبعا ان انت تبقى داخل وانت بتتجوز وانت مستحضر وقت الطلاق هيحصل ايه، مش كده؟ بس هو يا مولانا احنا قائمة المنقولات دي بتقول اننا واحنا بنتجوز احنا بنعمل او مستحضرين لحظة الطلاق، بدليل بنمضي على قائمة منقولات وبنمضي على ضمانات. مش ضروري طلاق، اصل هو الاستحقاقات الست مش بس بتستحقها لحظة الطلاق، ايضا بتستحقها لحظة الوفاة. واخد بال حضرتك؟ هي الفكرة بس ان احنا عاوزين نحفظ حقوق الناس. حفظ الحقوق ده قد يحصل بالاستئمان، وقد يحصل بكتابة الوثائق، اذا تدينتم بدين فاكتبوه، مفيش مانع. انا وانت تراضينا على كده خلاص مفيش مشكلة. بس انا وانت الذمة من النهاردة بقت ضعيفة. ما هو لاجل هذا ابتكر الناس فكرة الوثيقة القائمة دي، لاجل خراب الذمم. وانا هضيف لك من الشعر بيت، هب ان فلان الفلاني يجوز بنته لواحد قليل الاصل، هو مش في استطاعته ان هو، واللي انا بقوله ده على فكره مش تنفيرا عن القايمه او تحبيبا فيها، ده انا بس بصف واقع. هو انا مش في استطاعتي لو انا الابعد قليل الاصل ان انا اكره البنت في حياتها وفي ما حولها عشان تقول لي اعتقني لوجه الله وانا مش هتنازل لك عن القايمه، ده انا هتنازل لك على قايمه فوق القايمه. الخلع. لا لا، هي حالات الخلع اللي موجوده دلوقتي كلها اصلا لا المفروض تبقى طلاق للضرر، لا تبقي على اي شيء، بتبقى الست متبهدله وتروح تطلب الخلع متنازله عن كل شيء. فمش ضروري ان القائمه هي يعني اللي هتلوي دراع الراجل، واخد بال حضرتك؟ وده مش 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 صد للناس عن كتابه القايمه. اكتبوا القوايم لو ترددتوا عليها، بس القايمه تكون واقعيه، ما نستعملش القايمه كانها نوع من انواع لوي الدراع، ان انت هتمشي بقى عدل وبما يرضي الله وبما يرضينا، ولا نحمر لك عينينا. حفظ حق، زي ما انا خدت منك قرشين حفظ الحقوق رحت مديك بيهم ايصال او مديك بيهم ما يثبت حقك. البنت ليها حقوق، البنت المهر ده من كامل حقوقها، لما اتجوزت ليها الحق انها تحوشه وتصرفه وتعمله عصافير الجنه حتى ان شاء الله، هي حره، هي اللي مشكوره بسبب الثقافه المصريه شاركت في تجهيز البيت. طب انا ايه اللي يحفظ لي حقي؟ انا واثقه فيك ونعمه بالله، لا انا عايزك تكتب لي ورقه تثبت حقوقي، لاجل ان لو لا سمح الله في وقت من الاوقات احتجتها لاجل طلاق او موت، هي طبعا ده ما بيصرحش بيه، ده يعني ده الهدف الابعد، يعني محدش بيجي يتجوز، يعني محدش بيجي يتجوز يقول والله اكتب لي حقي علشان لو انت مت
أو طلقتني، إنما حفظا للحقوق يعني. بس طيب فضيلة الشيخ أحمد ممدوح بيقول القايمة ثقافة، في جزء في الثقافة المصرية إن لو الأب ما كتبش القايمة أو تساهل فيها كده بيبيع بنته رخيص، فالأب الجدع هو اللي تشدد في ده. طب نتعامل إزاي مع الثقافة دي؟ هو أنا بس متحفظة على كلمة إن القايمة ثقافة، القايمة أصلها هو المهر نفسه. نعم. وبالتالي ده جزء من الشرح. ماشي. احنا طبعا بما انه ما هواش بيؤدي الى بطلان او افساد الزواج، الناس ممكن يعني ما هواش الركن الركين في موضوع الجواز طبعا. ممكن نتجاوز عنه. فكرة انه انا لو اديت بنتي رخيص وبتاع دي الحقيقة الجواز ما بيبقى، بالعكس احنا كل ما بنتقل في الجواز. بس انا بكلمك على واقع. ما هو لازم احنا نعرف الناس، انا بقول لحضرتك اهو سهلوا، ده رسول عليه الصلاة والسلام قال يسروا ولو بختم من حديد، يعني لو خاتم حديد كده تمشي بيه الجوازه، وكان بيجوز بآيات من الإباحة. وافضل الزيجات هي الزيجات اللي قامت على اليسر. فالزيجه اللي بتقوم على اليسر والله فكره ان هو يطلع بقى ما هواش كويس او لا سمح الله قليل الاصل ولا بتاع، ده الفراق والبعد عنه تبقى غنيمه، يعني مش عايزه حتى امسك ورقه علشان اقعد معاه، ده البعد عنه غنيمه. واحنا بنشوف زي ما تفضل فضيله الشيخ حالات الخلع، المفروض ان الست تروح كده المحكمه وهي سعيده ومنشكحه، ده بيزغرط دلوقتي وتقول للقاضي انه ده كويس خالص وما عمليش اي حاجه، بس انا ابغض ان مش عارفه ايه، اخشى الا وكم مش كده. ده كلام نظري في الوهم، احنا بنروح بحالات فيها قدر هائل من الايذاء لو تم التحقيق فيه بجديه، الراجل ده يتسجن ولامد طويل في المحكمه، اذى زوجته واذى اولاده واذى كل شيء، وتقول مش عايزه، عايزه اخلص، عايزه يغور في 60 داهيه. عشان كده بتشوف بقى في حالات الخلع اللي بيزغرطوا واللي بيعملوا حفلات واللي بيعملوا، لانها ان دخلت اجراءات طلاق هتقعد 5 سنين عقبال ما تاخد طلاق، في الخلع بتقعد ايه من 6 أشهر ل9 أشهر، فتقول لك اخلص. عشان كده فكره ثقافتنا في انه كل ما يدفع اكتر كل ما يحافظ عليه اكتر، لا، هو كل ما هيدفع اكتر كل ما هيدخل الجوازه مديون، كل ما هيبقى مجهد، كل ما هيبقوا مزاجهم هما الاثنين زي الزفت. وبعدين نرجع نقول هما ليه الولاد الصغيرين بيتطلقوا في اول سنه جواز؟ لانه احنا حملناهم فوق ما يحتملوا. زمان كانت الاهل بتشارك وكانوا بيساعدوهم في الفرش وفي الجهاز وفي الشقه وفي النهارده ثقل الحياه الاقتصاديه والضغوط اللي على الاسر خلت ان كل واحد متعلق من عرقوبه، حتى لما بيجوا يشاركوا مع المستويات العاليه شويه هما برضو المشاركه بتبقى لازم فيها اجهاد شديد، يعني اللي بيعملوا افراح في فنادق او اللي بيعملوا حتى افراح في الشارع على حسب المستوى على حسب ما بيبقى الجوازه مجهده جدا، فبتضغط عليهم هما الاثنين، مع خاصه تعويم الجنيه والظروف الاقتصاديه. بالظبط. عشان كده لازم نقرر القايمه دي قايمه رومانتيكيه قوي مثاليه لطيفه، لا بس لا ملهاش اي ظل قانوني، وان هو يعني اذا كان متعشم في الراجل خير فربنا يهديهم ويطلع كويس، بس لازم نقرر اننا عايزين منهج ان نخلي الجواز سهل، مش لازم الشقه تبقى 4 أوض، يعني ممكن تبقى شقه صغيره ولما يخلفوا يتنقل لشقه اكبر، مش لازم يبقى الفرح عامل ازاي، النيش. مش لازم النيش، وبالتالي خلوا الجواز سهل عشان الناس تبقى مستريحه فالحياه تستمر. ان حصل لا قدر الله انهم مش مستريحين فما يبقوش عمالين يقطعوا في بعض بس علشان الحقوق الماليه. نعم. خد بالك احنا بنبقى قدام حالات لا هو طايقها ولا هي طايقه، وقاعدين نلف في دواير سنين لانه هو شايف انه هيطلع من الجوازه خسران وهي شايفه انها هتطلع من الجوازه خسران. طب ده يرضي ربنا ده؟ هطلع فاصل، وبعد الفاصل هسال فضيله الشيخ احمد ممدوح كيف اضمن حقوق ابنتي وانا ولي امرها في الزواج؟ هل في حاجات نص عليها الاسلام شرعا بحيث انا راعيها كجزء من الضمانه؟ واعمل ايه كاب لو بنت تعرضت الى ضغوطات اكتر زي الضرب زي الاكراه وزي التنازل عن حقوقها؟ ناخد ده إجابة من فضيلة الشيخ أحمد ممدوح بعد الفاصل. كولي أمر أو وكيل عن العروس، أنا كأب أو كأخ أو خال
او عم، ازاي اضمن حقوق بنتي وهي راحة تتجوز؟ هل بالقائمة ولا في حاجات اخرى في الشرع احنا ما نعرفهاش؟ السؤال موجه لفضيلة الشيخ احمد ممدوح امين الفتوى بدار الافتاء. انا زي ما قلت لحضرتك قضية حفظ الحقوق دي قضية عرفية، كل ما يحفظ ما يمكن للإنسان أن يستعمله لإثبات حقه فهو متاح له شرعا. الشرع ما بيقولوش في الوسائل، ما بيقولوش الوسيلة دي ممنوعة والوسيلة دي مرغوبة. ما دام ده شيء لا يتعارض مع الشرع وبيثبت لك حقك فما فيش مانع منه. وربنا سبحانه وتعالى بوجه عام في كتابه الكريم أرشدنا إلى كتابة الحقوق والديون لأجل إذا أنه إذا حصل تنازع يكون فيه ما يثبت الحقوق، يعني كل ما يتفق عليه الطرفان بالضبط إذا ولا يخالف الشرع ما فيش مشكلة. إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ولذلك لما أنا قلت أن القائمة ثقافة، أنا أقصد ثقافة من حيث هي وسيلة. الشرع ما جاش في آية قرآنية أو في حديث نبوي اتكلم على خصوص القائمة لا بالترغيب ولا بالترهيب. مين اللي ابتكر القائمة وابتدعها؟ وهي بدعة محمودة، يعني مش بدعة يعني حاجة وحشة، الثقافة المصرية. هل هي موجودة مثلا في بلاد أخرى؟ قد تكون موجودة قد لا تكون موجودة، ما عرفش. لكن ليس ركن رقين من أركان الزواج ولا ركن ولا شرط ولا حاجة، دي حاجة ملحقة بعقد الزواج. عقد الزواج حقيقته إيجاب وقبول. زوجتك ابنتي قبلت وكل سنة وانت طيب، خلاص بقت مراتي طالما انتفت الموانع وتحققت بقية الشروط. إيه والله بقى اصل انت المهر اللي عملناه عاوزين نثبته، اصل عاوزين نضمن حق البنت. انا ما عنديش مانع، شوف عايز تعايزني امضي على ايه وامضي لك، خلاص اثبت حقها. صح. لا والله احنا بنشتري راجل، وما دمت انا استأمنتك على بنتي بلسان الحال يعني او بلسان المقال مش هحتاج ان انا اخد منك ورقه، خلاص فبها ونعمة. الحاجات دي الاوراق دي ما بيظهرش ليها اثر الا في الغالب عند التنازع. التنازع ده مش ضروري برضه يكون عند الطلاق، ممكن يكون عند الوفاة، الميراث. لا صح. انت مش من حقك الكلام ده، احنا هنورث معاك، لا دي حاجتي اصلا. صح. او عند ايضا ضمان حقوق. مفيش مانع. او عند الجحود. ال- 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 التحسب لوقت التنازع مش مذموم. والتراضي على الاستئمان والتقدير برضه مش مذموم. مدار الامر على ايه؟ على اتفاق الطرفين ان انت بتعمل الشيء وانا وانت متراضيين عليه، خلاص انتهى. لا الشرع يقول لك ده ممنوع، ولا العرف يقول لك اقصى عليك، ولا حد يقدر يمنعك. لكن حضرتك يمكن لفت النظر في البريك كده الى معنى كويس احنا محتاجين له، وهو قضيه ان احنا عاوزين زي ما القائمه ثقافه، احنا كمان عاوزين نعمل ثقافات ايجابيه موازيه للقائمه. ازاي ان نبتدي نعمل توعيه للاولاد اللي بيتجوزوا جديد بإعدادهم نفسيا من ناحية الزواج، إيه المسؤوليات اللي المفروض تكون على عاتق كل طرف، المسؤوليات المعنوية والمسؤوليات المادية، إيه قضية معالجة المشكلات، قضية كيفية إدارة علاقة الزواج في حد ذاتها، قضية التوعية بالتدرج في التطبيع بين الزوجين بيحصل إزاي، بياخد وقت وإن أصعب سنة هي أول سنة. لكن إحنا بندخل ولادنا على الزواج كده على طول. بالضبط، بتدخلهم على طول وبتدخلهم من غير ثقافة سابقة ومن غير تأهيل ومن غير قدرة على الاستشعار المسؤولية، وما بتفطمهمش أصلا لسه عنك، فبيفضل البنت متعلقة بأمها والولد متعلق بأهله وفي اعتمادية. فده لابد ان احنا نعمله. يمكن ان احنا عندنا في دار الافتاء من عدة سنوات بدأنا نعمل برامج زي كده، البرنامج يخلص نبدأ في برنامج جديد بنجيب فيه خبراء تربويين وخبراء اجتماع وخبراء في علم النفس وفي العلاقات الزوجية، بنحاول ان احنا نعمل نوع من انواع الثقافة دي. ولكن هو في النهاية برضو جهد لابد انه يعمم ويوسع، ومش بالضرورة ان هو يبقى القائم به مؤسسة لها يعني صبغة دينية فقط، ممكن كمان مؤسسات المجتمع المدني تعمل الكلام ده ونوسعه. الإلحاح والتتابع والديمومة الاستدامة يعني تعمل الثقافة. التثقيف ده يحصل ازاي يا استاذ هنا؟ هو في تجربة لطيفة عملها المجلس القومي للمرأة، لجنة الشباب، عاملين برنامج اسمه معا لنبقى. فمعا لنبقى ده بيجيبوا المتزوجين حديثا او المقبلين عن الزواج، وبيعملوا لهم دورة تأهيلية في علم النفس والتربية والعلاقات وكل حاجة. الحقيقة لسه محدود، يعني يمكن انا اضم صوتي
لفضيلة الشيخ في فكرة التعميم، يعني ده يشتغل فيه على المجلس ويشتغل فيه دار الإفتاء ويشتغل فيه مؤسسات المجتمع المدني. كمان لازم نشير لتجربة اللي حضرتك أشرت ليها وأنا عارفاها كويس، لتجربة الكنيسة المصرية، عاملين شغل حلو جدا في موضوع تثقيف المقبلين على الزواج. يعني حتى ممكن نشوف المناهج المتعددة سواء في دار الإفتاء أو في الكنيسة أو في المجلس القومي للمرأة، ويتعمل حاجة عامة، لأنه في الحقيقة الناس بتدخل الجواز على تصورات وهمية إلى أقصى درجة، وبيبقوا متخيلين إنه اللحظة اللي بتقفل بيها باب الشقة الخشب ده هي يعني هي بقى نهاية المشاكل، ويا سلام وهنروق دماغنا. في الحقيقة فكرة إن اتنين كل واحد جاي من بيت ليه طابع مختلف وليه نكهة مختلفة وليه طعم أكل مختلف، إنهم يعيشوا مع بعض في بيت واحد، كل واحد توقعاته من التانية بتبقى عالية جدا. يعني البنت متخيلة ان يعني ده اللي هياخدها على الحصان الابيض ويطير، مش قادرة افهم ازاي، وهو متخيل ان هي هتبقى بالنسبة له الدنيا وما فيها ماما وبابا وانور وجدي. طبعا الاتنين بيحبطوا احباط شديد، لانه الحقيقة مش كده، يعني ما هياش التصورات الوهمية. فاهمية البرامج دي هي انها تخلي الناس بس ايه، يعني احلامها تنزل على الواقع. انا كمان مع فكرة تاني وتالت وعاشر، فكرة التسهيل. يعني حتى لما حضرتك بتقول لي أنا ممكن أعمل ده على أولادي، أنا مع التسهيل لأولادي وأولاد غيري. وأنا شخصيا لما جيت أتجوز كنت بشتري الحاجات الضرورية اللي من بعض وجه، يعني من وجهة نظر بعض الناس كان بالنسبة لهم أنه لا أشتري كذا وما أشتريش كذا. فأنا مع التسهيل، مش لازم الصالون التقيل اللي قد كده علشان ما فيش شغالة بتنظف دلوقتي، فمش لازم ظهرها يتقطم على فكرة وهي بتنظف، يعني لو حاجات خفيفة وبسيطة وبتاع. كمان مع فكرة شراء العمر، يعني إذا اختلفنا ما فيش داعي يبقى في إغال في الخصومة لمجرد أننا بنتخانق على شوية خشب. يا جماعة أنا لما بيجي لي الموكلين في المكتب أقول لهم بصوا بقى احنا هنعمل جدول زمني كده، هندخل المحكمة قد إيه، يستاهل الكلام ده ولا ما يستاهلش؟ يعني يستاهل ان نعمل المعركة دي؟ اشتروا عمركم واشتروا اعصابكم. فلو رجعنا لموضوع القائمة، انا شايفة انها في اطار ضمان الحقوق تمام ماشي، انما لو هي دي اللي ساعة لا قدر الله، وبالذات ضمان الحقوق بقى، عايزة اكد على اللي قاله الدكتور، ضمان الحقوق في الوفاة، لانه فعلا هي ممكن تلاقي الفرش قيم او الموضوع ده فيجوا ناس عايزين ينزعوها في الميراث. لكن اذا وصلنا لمرحله عدم الوفاق، القايمه دي ولا ليها اي لازمه. يعني اشتروا دايما لما تجيلي بنت صغيره مثلا 27 28 سنه ولا 30 سنه وعايزه تتطلق، ادخل بيك المحكمه 3 4 سنين ليه يا بنتي؟ يعني ليه ما نعمل قعدة ودية ونخلص وربنا يكرمك وانت لسه صغيرة 30 ولا 32 سنة بجوازة تانية تلحقي تجيبي لك منها عيل تاني، وانت برضو والراجل برضو، ايه اللي يربط دماغك في المحكمة 3-4 سنين ليه؟ ما هو ده ضغط على أعصابه وضغط على شغله وضغط على تركيزه وضغط على فلوسه، ليه الكلام ده كله؟ فهي فكرة سهله. إذا انطلقنا من القائمة اللي انت قلتها في الأول دي، ملهاش أي حجية قانونية على الإطلاق، وهي قايمة ملهاش أي 30 لازمة، غير يعني قال يعني كسف الراجل، يعني عارف انت يعني اللي ما عندوش ضمير بالظبط بالظبط. فيا إما نمشي في سكة إن هنعمل قايمة فنعملها عدلة وتبقى ضمان للحقوق، يا إما هنمشي في سكة إننا بنسهل على بعض، بس ده مش معناه إن أنا أروح أشتري السجاد يدوي والصالون أوبيسون، لا نسهل من الأول علشان مبقاش عندنا حاجات غالية قوي نقعد نتخانق عليها لو حصل حاجة. فضيلة الشيخ أحمد ممدوح، ليه ولاحظ في الفترة الأخيرة إن أغلب حالات الطلاق تذهب إلى المحكمة؟ ليه ما بقاش فيه الطلاق اللي هو في مجالس الأسرتين وشكرا؟ يعني هو السؤال ده متهيألي يوجه المفروض لحد اجتماعي، يعني حد مشتغل برصد الظواهر الاجتماعية وتحليلها. من وجهة نظرك كمواطن من وجهة نظري كمواطن، مش من وجهة نظري كيعني حد متخصص في الشريعة او كده، ان الناس عند عدم القدرة على حل الامور بشكل ودي لابد ان هم تلقائيا هيلجأوا للتقاضي. ما هو ليه الشرع قال لك هات حكما من اهليه وحكما من اهلي؟ ده كويس، بس ده مرحله سابقه على التقاضي. ما انا قصدي حكما من اهليه وحكما من اهليها، الحكمين دول هم بيحكموا. انا وانت مش عارفين نتفاهم، مش عارفين نوصل لتفاوض مرضي للطرفين،
انا اتنازل شويه وانت تتنازل شويه لغايه ما نصل لارض مشتركه، طب نجيب حد كبير يحكم ما بيننا. لا انا مش هسمع كلام حد كبير، ما بقوش يسمعوا كلام كبار. طب يلا بقى نروح للقاضي. وساعات بيبقى التقاضي بسبب اخر، وهو بسبب الرغبه في اذلال الطرف الاخر. انت بقى مش انت سبتني، طب انا هعرفك مقامك فين، او انت طلبت الطلاق انا همرمطك. انا يعني مش قصدي الذكوره والانوثه، انا اقصد يعني الطرفين يعني اي مكان يعني الرغبه في الاذلال والرغبه في التوريط والرغبه في الشعور برد الاعتبار بشكل او باخر. ومش ضروري على فكره الانسان وهو بيعمل كده يكون مستحضر الانتقام او مستحضر اللي انا بقول ده، ممكن ده يكون بتوجيه من عقله الباطن، انما هو في الظاهر لا انا بدور على حقوقي. ولكن لما تيجي تفتش في تصرفاته وتلاقيه واقف على حاجات صغيره زي اللي حضرتك اشرت اليها، ما تستحقش كل هذا العناء. واللي هيصرفه على المحامين وعلى اساليب التقاضي اضعاف اضعاف اللي هيعود عليه. طب ليه يا ابني الحلال؟ ولو ان ده كلام قطع عيش يا مولانا، بس انا موافقك. وانا باقي لي دقيقتين على نهايه الفقره، عايز اخد كلمه من كل واحد نختم بيها ملف النهارده. النصيحة يعني إنجاز التعبير النصح. والله إثبات الحقوق حاجة كويسة، القايمة مش سيئة، بالعكس القايمة فيها إثبات حقوق، لكن ما هياش تبقى السيف المسلط، بالعكس يعني تبقى إذا اتفقنا يبقى في كده أمانة، يعني الطرف اللي سايب هو يسترضي الطرف المتروك ماديا ونفسيا، ايا كان بقى الطرف اللي سايب، يعني الراجل اللي سايب يسترضي اللي سايبها ماديا ونفسيا، الست هي اللي سايبه تسترضي الراجل ده ماديا ونفسيا، عشان ربنا يكتب لهم استكمال لحياه افضل، ما يبقاش ايه لعنه مستمره وبتطاردهم طول الوقت. ففكره القايمه من حيث المبدا هي اثبات للحقوق، لكن اذا حصل خلاف ما بين الاثنين عمرهم اهم بكتير قوي، وشراء العمر وشراء الوقت اهم بكتير قوي من اي مكاسب ماديه. كلمة أخيرة، بلاش الاختيارات العاطفية في أثناء اختيار شريك العمر. نعم، سواء من البنت أو سواء من أهلها، لابد يكون في معايير، معايير دي معايير العقل فيها أكثر حضورا من العاطفة، بناء عليها يتم الاختيار ويتم. طب الحب والدباديب مفيش مانع، مفيش تنافي، لكن لما يكون الحب في مقابل إن أنا هأوكس نفسي، لا، يبقى هنا العقل لابد هو اللي يكون له الكلمة الأولى والأخيرة. يعني أعمال العقل من الأول هيريح جدا. في نهاية لقائي بشكر ضيوف الأعزاء، الأستاذة نهادة بالقمصان المحامية المعروفة والناشطة في مجال حقوق المرأة بشكرك، وفضيلة الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. حلقتي انتهت معاكم، بكرة حلقة جديدة إن شاء الله من المصر أفندي، استنونا الساعة 10 بالليل بإذن الله غدا. سلام عليكم.